طب أن تنظيم داعش الإرهابي التفجير الذي وقع وسط مدينة بنغازي الليبية وأسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة نحو 20. من جانبه أكد وزير الداخلية الليبي إبراهيم بوشناف تشكيل لجنة تحقيق ذات مستوى عال للكشف عن مرتكبي التفجير. على وقع ضربة ناجحة للجيش الليبي، لجأت التنظيمات الإرهابية كعادتها إلى استهداف المدنيين لتخفيف الضغط عليها بعد الخسائر المتلاحقة التي تكبدتها في مدينة درنة والهلال النفطي. مرة أخرى وبعد أسابيع قليلة من استهداف مسجد في بنغازي، يقع هجوم جديد استهدف هذه المرة سوقا شعبية في وسط المدينة بسيارة مفخخة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء. الهجوم الإرهابي الذي يعد الثالث من نوعه هذا العام جاء تزامنا مع قرب عودة درنة إلى حضن الوطن ودق آخر مسمار في نعش الجماعات الإرهابية بعدما بعثر تقدم الجيش الليبي في كل الجبهات أوراقها وأربك حساباتها. وفي ردود الأفعال، طالب مجلس النواب الليبي وزارة الداخلية ومنتسبي الأجهزة الأمنية بملاحقة منفذي هجوم بنغازي، وأكد المجلس دعمه للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. كما عبرت الحكومة المؤقتة الليبية عن استنكارها الشديد لاستهداف المدنيين، وأشارت إلى أن الهجوم لن يؤثر في تصميم الليبيين على مواجهة الإرهاب. كما أصدرت البعثة الأممية بياناً اعتبرت فيه هجوم بنغازي جريمة حرب ومحاولة لنشر الخوف والترهيب، في وقت جددت فيه الجامعة العربية تضامنها الكامل مع ليبيا في مكافحة الإرهاب والتزامها بمواصلة جهودها لاستكمال العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.